تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بداية أسبوع جديد، ما علي بعدنا نوضب أمورنا شوية. بداية أسبوع جديد، أحد جديد، أسبوع جديد، أسبوع جميل وأسبوع إيجابي. مثل ما دائما نقول أول يوم في الأسبوع، أول ما ننش الصبح، ما أنتم نقول أوف الأحد، أوف أول يوم في الأسبوع، أسبوع طويل وغيره. لا، ننش الصبح أول شيء نحمد الله أولا على نعمة الأمن والأمان نحن عايشين فيها. رقم اثنين، نبتدي يومنا بابتسامة واسعة ونقول في نفسنا إن شاء الله هذا اليوم وهذا الأسبوع بيكون أسبوع جميل وأسبوع إيجابي، وراح نعيشه بكل تفاصيله، وراح نحقق فيه بعض من إنجازاتنا، بعض من أهدافنا. فمهم جدا هذه راح الطاقة الإيجابية تكون من أول الصبح. بما نتكلم عن الإيجابية والسعادة، أكيد هذا برنامجكم، برنامج الصحة والسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بالدبي بالتعاون مع إذاعتنا المتميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. في بداية اليوم، في بداية هذه الحلقة، نرحب أول شيء في أيمن سرحيل أبو نوح موجود معاي اليوم، يعطيك ألف عافية. ومعاي اليوم في التنسيق ميرا المري، وهذه محادثتكم دكتورة ندى الملا. مثل ما تعودتوا أكون معاكم تقريبا كل أحد وأثنين، نطلع عليكم خلال هذه الساعة الإذاعية اللي نأمل إن شاء الله أنها تكون ذات فائدة. وكيف تكون ذات فائدة؟ بتواصلكم معنا. كيف تتواصلوا معنا؟ على 600-551414 والرسائل النصية على 4006. طرشوا اقتراحاتكم، ملاحظاتكم، عندكم رسالة شكر إيجابية، رحتوا مكان شفتوا خدمة جميلة حابين تشكرون الموظفين عليها، تواصلوا معنا. ترى ما في شيء يا جماعة يحفز الموظف مثل الشكر. رسالة الشكر جدا تأثر فيه وتخليه تعطيه دافع انه يقدم اكثر. احنا كلنا نقوم بعملنا، ترى في النهاية كلنا نقوم، اللي نسويه كل يوم هو عبارة عن جزء من عملنا، لكن ثقافة الشكر ايضا ثقافة جميلة تعطينا دافع أكبر. وأعتقد كلنا شفنا لما تم شكر موظفين في خدمة الرعاية المنزلية التابعة لقطاع الرعاية الصحية الأولية، ولما الشيخ مكتوم الله يطول في عمره مدح مبادرة الشكر نفسها إنها شيء إيجابي. وتشوفون كل وسائل التواصل مثل ما يقولون ضجت بالرسائل الإيجابية وتفاعل مع تغريدة سمو الشيخ مكتوم على ردا على شكر المتعاملة. فنبقى دائما عندنا هذه الطريقة الإيجابية، هل التفكير الإيجابي وهذه المبادرات الإيجابية. في بداية البرنامج راح ناخذ أسماء الجراحي موجودة معانا، تقول لنا ما هو جديد السوشيال ميديا يا أسماء في هذا الويكند اللي طاف الجميل. صباحك ورد يا أسماء. صبحكم الله بالنور وسوء دكتورة عليك على كل المستمعين إذاعة نور دبي، ونقول صباح الأحد اللي يحبه كل أحد. أي نعم، أي والله يحبه كل أحد، الجو جميل والأحد جميل فعلا. بنعطي بعض الأشياء اللي صارت خلال يعني عطلة نهاية الأسبوع، من ضمنها فوز خدمة براعم للكشف المبكر عن الإعاقة لفوزها في جائزة الابتكار للصحة عن فئة التكنولوجيا الصحية. هذا كان يوم الخميس. ممتاز، مبروك. أيضا نحن نأكد على موضوع يعني منصة دبي هيلث بوكينج اللي تساعد وتتيح للجمهور أخذ مواعيدهم، مو بس القطاع الحكومي أيضا في القطاع الخاص. فيعني معاهم راح يعني وفيها مستشفيات وعيادات أيضا سيتم إضافتها، يعني اللي موجود مبهو ومدف البداية، وكل فترة لفترة راح يتم إضافة مستشفيات خاصة وعيادات، وممكن حتى يقارنون بالوقت، يعني إذا كان الوقت مثلا في هالمستشفى أسرع من هذا المستشفى ممكن يروحوا له. ممتاز. فأيضا شارك أبطال صحة دبي في منافسات النسخة السادسة من بطولة تحدي الصحراء، وهذا استعدادهم للألعاب الحكومية. ما شاء الله أنهم في كل بطولة يشاركون فيها كأنهم يجهزون نفسهم للألعاب الحكومية، وإن شاء الله يفوزون في الألعاب الحكومية.
أيضا من ضمن الأشياء اللي صارت، وكان الوسم ترند على مستوى دولة الإمارات، هي وزارة الصحة تعلن عن شفاء حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا المسجد، واللي هو يسمى أحيانا تغيير اسمه إلى كوفيد. بعض الاستفسارات وصلتنا دكتورة إن كيف ما له علاج وتعالجه، وكيف ما له علاج وتعالجه. نحن بس نأكد أنه لا يوجد علاج محدد، يعني هذا الدواء حق هذا الفيروس هذا مش موجود، لكن لا يعني أن المريض مو ممكن أنه يتشافى. أكيد ممكن يتشافى، لكن يتم علاجه حسب الحالة السريرية للمريض، وحسب عطر تقوية مناعته، علاج الأعراض وغيره. فممكن الواحد يعني يتعالج منه، لكن ما في مثلا لقاح أو يعني دواء معين حق هذا المرض. فنحن هاي من الأسئلة اللي كانت وايد دارجة في قنوات التواصل الاجتماعي في الويكند، فحبينا نحن نأكد ونوضح هذا الموضوع من خلال برنامج الصحة والسعادة. ممتاز. ونختمها أيضا برسالة صباحية اللي تقول: الخطوة الأولى دائما تكون الأصعب، ابدأ ولا تخف، تميز ولا تجعل التردد يفسد عليك نجاحك، ودمتم بصحة وسعادة. وانتي بصحة وسعادة يا أسمى، شكرا لك، حبيبتي نهارك سعيد. أنا بس حبيت أذكر بخصوص تطبيق براعم اللي تكلمت عنه أسمى الجناحي، تكلمنا عنه قبل في صحة وسعادة. هو تطبيق وايد مهم وايد جميل، تطبيق يعنى بالأطفال من عمر 9 أشهر إلى 6 سنوات. كل أب وأم عندهم أطفال في هالمرحلة العمرية، تطبيق وايد سهل. من خلال تطبيق هيئة الصحة بدبي، تطبيق الأساسي DHA، تنزلونه من الأب ستور أو الجوجل بلاي، تنزلونه تفتحون عليه بتلاقون محطوط تطبيق براعم، تسجلون فيه. هناك مجموعة من الأسئلة اللي تطرح في هذا التطبيق تساعدكم على التعرف على لا سمح الله التأخرات النمائية، التأخرات السلوكية عند عيالكم، زائد أن التطبيق تفاعل، يعني طلع نتيجة الأسئلة هذه، وأسئلة هي بسيطة، طلع مثلا تحت رقم معين أو تحت مستوى معين، يعطيكم الإرشاد أنه لازم يصيروا مثلا تشوفون طبيب العائلة، تروحون تشوفون طبيب الأطفال، لازم تأخذوا موعد في أقرب وقت وهكذا. فهو تطبيق جدا جميل، أنا أشجع الكل إذا عنده أطفال من 9 أشهر، إذا ما خان الظن 6 سنوات، لازم يعني يفتح التطبيق هذا، ولازم اصلا كلنا يكون عندنا تطبيق هيئه الصحه بدبي اسمه DHA. ليش يا دكتوره ندى يكون عندنا؟ لان كل خدماتنا موجوده داخل الخدمات اللي تسهل عليكم الحصول على خدمه هيئه الصحه. براعم اللي قلت لكم عنه، دمي للتبرع بالدم اللي قلنا نملي فيه البيانات، وبعد هذا يسوون سكان للباركود في مركز دبي للتبرع بالدم، وتختصرون رحلتكم للتبرع بالدم، زائد مبادرة طبيب لكل مواطن اللي تساعدكم على الحصول على خدمة الاستشارة الطبية عن بعد. من رسائل التواصل الاجتماعي راح نروح إلى الفقرة التغذية. معانا ست البنات محمد، أخصائية التغذية في هيئة الصحة، بتكلمنا عن أهمية المشي أثناء فترة الحمل. صباحك ورد أستاذة ست البنات. اهلا وسهلا، صباح الخير. اهلا وسهلا البنات، الله يبارك فيك. معاكي ست البنات من صيشة لطيفة، اخصائية تغذية. بالنسبة للمشي طبعا نحن بنشوفه يعني مكمل للتغذية وحاجة ضرورية، وخاصة في فترة الحمل. يعني بالنسبة للمشي طبعا يعتبر كأنه نوع من أنواع الرياضة، لكن من أنواع الرياضة الهوائية التي تساعد يعني في أكبر كمية من الأكسجين، وفي نفس الوقت بتعمل تمرين للعضلات بتاعت الحامل أثناء الحمل، وفي كثير من الفوائد يعني بالنسبة للمشي خلال فترة الحمل. من الفوائد اللي نحن الوحدة الحامل بتجنيها اللي هي مثلا اللياقة البدنية، بتخلي الحامل بتكون بدنيا كده إنها متماسكة، بتكون يعني بيساعد في تغذية القلب يعني صحته والأوعية الدموية، وبعدين بترفع من معدل الولادة الطبيعية بمقدار، يعني الدراسات تثبت إنه 30% من الحوامل اللي بيكون بيمارسوا الرياضة بيلدوا طبيعيا أكثر من غير الممارسات. بالنسبة لي بيحافظ عليه وزن الحامل، وبالتالي بيحافظ على وزن البيبي. بيكون دائما يعني اذا في اي سعرات حراريه زايده بيكون الوحده بتحرق اثناء المشي. بيقلل من خطر الاصابه بتاعت سكر الحمل، يعني كثير من الاصابات بتاعت سكر الحمل، وبكون دائما يعني هو عدم الحركه وعدم المشي، لانه برضه المشي بيحرق
بيحرق لنا السعرات السكريات الزايدة في الجسم، وبيخفض برضو من التسمم، تسمم الحمل اللي هي ارتفاع ضغط الدم، برضو بيمنع من زيادة الدهون وزيادة الوزن، وبالتالي بيحافظ على ضغط الدم، وبالتالي بيمنع من اللي هي الإصابة بتسمم الحمل أو البريكلامبسيا. التخلص من الإجهاد برضو يعني من المشاكل اللي بتكون الحامل متعرضة عليها اللي هي في فترة الحمل، بتكون التغيرات الهرمونية، بتكون في يعني تغلبات في المزاج، وفي تغلبات يعني يا إما تكون سعادة يا إما تكون قلق اكتئاب حاجات زي دي. بالتالي لما تكون هي المشي بيساعد على إنه يرفع لنا من هرمون الأندروفين، وبالتالي بيساعد من السعادة ويخليها يعني في حالة متعادلة. الشيء الثاني بيسهل عملية الولادة، أو إنه بيخلي العضلات تحت الرحم أو العضلات الوركل هناك في حالة مرونة، وبالتالي بيسهل من عملية الولادة. هاي دي يمكن الفوائد الحامل بتجنيها من عملية المشي، بس كمان في لازم حاجات لازم إحنا كمان نتابعها، ما إنه الواحدة إنه في فترة المشي هاي وفترة الحمل، الحامل بتكون بتمر يعني حاجات حساسة أو تغيرات دقيقة. الحالة دي لابد من استشارة الطبيبة، يعني قبل بداية المشي إنه تشير الطبيبة طبيبتها إذا كانت إنه هل هي ممكن تتمشى أو لا. الشيء الثاني إذا كانت هي مثلا في حالة يعني عندها أعراض بتاعة إنها مثلا في مشيمة متقدمة، في نزيف، في شيء، حتى أثناء المشي ممكن توقف المشي وما تمشي. المشي برضو تكون يعني بحذر، يعني منها مشي إنه المشي اللي هو الركضي أو الجري أو المشي بخطوات كبيرة، لا، بخطوات مريحة وبخطوات يعني ما تخلي إنه جسمها يتعرق، وما تخلي إنه ما تترك إنه أو ما تمشي في ظروف الحرارة والرطوبة إذا كانت عالية. بتستخدم أحذية تحت المشي المريحة، حتى المشي ما يكون في أماكن ظلمة، أو إنه لا تكون الإضاءة واضحة، يعني إذا كان بالمساء يعني تكون الحتة تكون مضاءة كويسة خوفا من إنه تنزل غوص كذا أو أي حاجة. الشيء الثاني في مثلا في الشمس، أو إذا هي مثلا هنا برضو ممكن تستعمل القبعة أو المظلات الواقية من الشمس، وشرب الماء. شرب الماء ضروري ضروري على إنه يمنع الجفاف قبل المشي وبعد المشي وحتى كان أثناء المشي. الشيء الثاني ما بالضرورة إنها تمشي هي كل 30 دقيقة مرة واحدة، يعني إذا حست روح إنها تعبت أو مرهقة ممكن تجلس. الشيء الثاني من الأشياء اللي بيساعد إنه على هناك كثير من التساؤلات، يعني واحدة بتكون إنها مثلا ما عندها وقت إنها تتمشى، لا، بنقول إنه مثلا حتى إذا كانت الواحدة في مكتبة، وطبعا كلهم يعني بيكونوا شغالين هناك، ما تجلس مسافات طويلة، يعني ممكن تتحرك، ممكن يعني هنا تمشي مسافات حتى من مكتب لمكتب، يعني ما كل الأشغال تكون هي مثلا جالسة. الشيء الثاني برضو بالنسبة لي يعني ممكن تترك السيارة على مسافة طويلة، وممكن تمشي برجولة. الشيء الثاني ممكن اللي هي المصعد، إذا كان الواحد مثلا عندها فيلا أو إذا كان عندها أو في مكان شغله، بدلين تركب المصعد لا، خلها تمشي هنا بالدرج، هنا السلم، يعني برضه دي كلها من الأشياء اللي ممكن يعني تقلل من قصة عدم الحركة، لأنه كثير مرات الواحد بتسمع إنه في أعذار إنه والله ما لاقين وقت، أو مثلا صحيح. فتقدر تدخل المشي او الرياضه في حياتها اليوميه مثل ما تفضلتي استاذه ست البنات، انه مصعد والمشي شوي، تمشي مسافه يعني تخلي سيارتها شوي ابعد. فهذه نصائح للنساء عشان يكون تكون صحتهم افضل خلال الحمل وبعد الحمل. شكرا لك استاذه ست البنات محمد، اختصاصيه التغذيه في هيئه الصحه بدبي، مداخلتك اليوم بخصوص اهميه المشي اثناء فتره الحمل. شكرا لك. شكرا لك. شكرا. رح نطلع إن شاء الله فاصل، بعد الفاصل نواصل. صحة وسعادة. صحة وسعادة.
ورجعناكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. للتواصل على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. حظيت خدمة الزيارات المنزلية لمنازل المرضى التي توفرها هيئة الصحة بدبي باهتمام سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، لما تمثله هذه الخدمة من أهمية في حياة المستهدفين منها وخاصة كبار المواطنين. كانت الهيئة قد أطلقت هذه الخدمة المتميزة قبل عامين مستهدفة تقديم أفضل سبل الرعاية الطبية المنزلية لكبار المواطنين وأصحاب الهمم والأرامل وكل من تحول ظروفه الصحية دون الوصول إلى مستشفيات الهيئة أو مراكز الرعاية الصحية الأولية للحصول على الخدمات الطبية المتنوعة. حول هذه الخدمة وغيرها من الخدمات التي تقدمها الهيئة وخاصة من خلال مراكزها الصحية المنتشرة في ربوع دبي، يسعدنا تكون معنا اليوم الدكتورة منال تريم المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة بدبي. صباحك ورد دكتورة منال. دكتورة ندى أهلا فيك، حياك الله بصحة وسعادة. الله يحييك، أهلا وسهلا وأهلا بالمستمعين الكرام. أهلا فيك دكتورة منال. نبتدي أول شيء طبعا نعطي نبذة عن مراكز الرعاية الصحية الأولية، مستوى تجهيزاتها ونوعية الخدمات اللي تقدمها. طبعا مثل ما المستمعين عارفين أن نحن عندنا مراكز رعاية صحية أولية منتشرة في إمارة دبي حسب التوزيع السكاني والتقسيم التخطيط اللي مقسمة في إمارة دبي، وهذا لغرض تسهيل تقديم الخدمات للمحتاجين في أماكن سكنهم. طبعا الخدمات اللي نحن نقدمها تتراوح ما بين خدمات رعاية صحية أولية مثل طب الأسرة وطب الأسنان والطب الوقائي مثل عيادات الإقلاع عن التدخين وعيادات الفحوصات الطبية الدورية وغيرها من الخدمات اللي نحن نقدمها كرعاية صحية أولية. وأيضا عندنا رعاية صحية تخصصية مثل عيادات الأسنان وعيادات أنف الأذن والحنجرة والأشعة وغيرها. طبعا هذه تكون تقدم بالتعاون مع الأخصائيين من المستشفيات اللي يجون المراكز الصحية كأطباء زائرين يقدمون الخدمة، أيضا لغرض تسهيل إيصال الخدمة للمتعاملين في أماكن سكنهم وأيضا لتقليل وقت الانتظار للحصول على الخدمة. مثل ما تفضلت قبل سنتين ارتئينا أن نحن نقدر بعد نسهل أكثر على المتعامل رحلة تقديم الخدمة، وهي بدل ما المتعامل يضطر أنه يوصل لنا أن نحن نوصل له للبيت. فارتئينا أن نحن نبدأ خدمات منزلية. البداية كانت عبارة عن زيارات منزلية من طاقم يتشكل من طبيب وممرض أخصائي اجتماعي وأيضا أخصائي علاج طبيعي، لكن مع تطور الخدمات والتقدم في التقنيات المتاحة ارتئينا أن نحن نحول الخدمة من خدمة زيارات منزلية إلى خدمات ذكية. فكان هذا هو أحدث الفرق في رحلة المتعامل وأحدث الفرق الشاسع في رضا المتعاملين، حيث نبلغ رضا المتعاملين عن هذه الخدمة السنة اللي طافت ولله الحمد 98.8%. الغرض من أتمتة الخدمة كان أن نحن نبغي غير على أن نسهل على المتعامل الرحلة ونقلل وقت الانتظار، ولكن أيضا الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة. صحيح. فبدل ما يتحرك فريق كامل يزور مريض، وقد يكلف تكلف الزيارة أنهم هم فقط يزورون مريضين أو ثلاثة في اليوم بسبب إجراءات الزيارة والتنقل بين المنازل، استخدمنا النظام الذكي وهو عن طريق التطبيب عن بعد. تروح موظفة اللي هي الممرضة اللي متعود عليها المتعامل تزوره وتشبك مع الملف الطبي مع الطبيب اللي قاعد في العيادة وأصلاً قاعد يستخدم هذا الوقت أن يشوف مراجعين. ففي الفترة اللي تكون الممرضة فيها في منزل المريض يتسجل في ذاك الوقت زيارة، فينتقل الطبيب من الملفات العادية إلى الملف الذكي للخدمات المنزلية، ويقدر أن يتواصل مع الممرضة ويتواصل مع المريض نفسه بنفس الوقت. إذا الممرضة أجرت أي فحوصات ولا أي كشوفات على المريض، الدكتور يتابعها خطوة بخطوة توصل النتائج بنفس الوقت،
ويقدر حتى انه يعطي الاستشاره الطبيه ويكتب الوصفه الطبيه اللي ممكن عن طريق مبادره دوائي توصل للمتعامل لين بيته وهو قاعد في البيت. نحن في البداية لما درسنا المشروع أعطينا أولوية لكبار السن وأصحاب الهمم والأرامل، لكن الحين نحن توسعنا في الخدمة وفتحناها للراغبين في الحصول على الخدمة. يمكنهم الاتصال، يعني إذا الشخص تعبان ما قادر أصلا يوصل لين المركز ممكن أن نحن نقدم له الخدمة في منزله للفترة هذه المعينة لين ما يتحسن وضعه ويقدر بعدين أن يراجعنا في المركز. ممتاز. دكتورة منال، ذكرتي أنت ما شاء الله رضا المتعاملين عن الخدمة كان سنة طافت 98.8. شو هالرقم لما أنت يعني وصلت الرقم هذا شو يعكس لك هذا الرقم؟ ما شاء الله رقم ضخم، يعني مو شيء بسيط. هو رقم فعلا مو بسيط، لكن ممكن أيضا أن نحن نرفعه. رضا المتعاملين عن الخدمة من المؤشرات اللي جدا جدا مهمة بالنسبة لنا. صحيح. نحن لما نصمم أي خدمة سواء كانت جديدة أو خدمة تطوير خدمة قائمة، أول شيء نفكر فيه هو مدى استفادة المتعامل من هذا التغيير وأيضا مدى رضا على هذا التغيير. صحيح. إذا المتعامل ما يكون راضي عن الخدمة فالغرض من توفيرها ما يكون بالشكل المناسب. في النهاية نحن كلنا في حكومة دبي، موظفين حكومة دبي، هدفنا الرئيسي هو إسعاد الناس. فإذا خدماتنا ما فيها رضا للمتعاملين أو تقلل الرضا للمتعاملين فالمفروض أن يعاد تصميم الخدمة أو يعاد تصميم رحلة المتعامل على أساس أن الهدف ما يكون فقط مجرد أرقام في مؤشرات أداء، ولكن الهدف يكون فعلا ملموس ويحدث تغيير إيجابي في حياة المتعامل. أكيد. دكتورة منال، جزء من تطوير الخدمة مثل ما تفضلتي أنه هو أن المتعامل ما يرغب به من أجل تطوير الخدمة، وعشان نوصل صوت المتعامل عندنا مجالس الأحياء المحيطة بالمراكز اللي نعتمد عليها، يعني نسمع صوت المتعامل وناخذ منه أفكار جديدة لتحسين الخدمات. فتخبرينا عن هالمجالس والمتعاملين والأفكار اللي نستفيد يعني نستمدها منهم. نحن تقريبا دكتورة في كل مركز في عندنا لجنة تكون مشكلة من أفراد المجتمع، وهذه اللجنة تكون فيها يعني من سيدات المجتمع ورجال المجتمع وأيضا من الأفراد اللي عندهم في عائلتهم أو هم مصابين بأمراض مزمنة أو حتى يكونون من أصحاب الهمم. وعادة يكون في اجتماعات أنا أجتمع معاهم شخصيا على الأقل 3 لـ4 مرات في السنة، لكن إدارة المركز تجتمع وياهم بشكل دوري. صحيح. قد يوصل أيضا شهريا لأن يبون يسمعون صوتهم. نحن كمقدمين الخدمات ننظر للخدمة من منظومة تقديم الخدمة، وننظر لها أيضا من منظومة الدراسات المعيارية مع الأفضل الممارسات العالمية، لكن نحن أيضا محتاجين صوت المتعامل اللي راح يعكس لنا ما مدى تأثير هذه الخدمة على المجتمع. الدراسات غير كافية، لازم أيضا ناخذ رأيهم ويكون يعني آرائهم تكون مهما كانت سبل تقديم الرأي مختلف، لكن ترى الجوهر يكون واحد. صحيح. لأنهم جايين كلهم من نفس، مثل ما نقول، من نفس الحي اللي ساكنين فيه، فيعانون من نفس الصعوبات سواء كانت في المواصلات أو في الوصول للخدمة أو حتى في المواقع اللي هم فيها. فنحس أن دائما تكون التحديات بالنسبة لهم متشابهة، عشان كذي نحن خصصنا فريق لكل مركز أن يعتني ب مثل ما تقولين بالعامية الفريج ماله. غير عن هذا نحن نتواصل بشكل مباشر ودائم مع الدوائر الحكومية الثانية اللي أيضا نقدم خدمات قد تكون قريبة أو مشابهة للخدمات اللي احنا نقدمها لكن في مجال عملهم، يعني مش في المجال الطبي، مثل شرطة دبي، مثل البلدية، مثل هيئة تنمية المجتمع. دائما في بيننا وبينهم تعاون لتطوير الخدمات من الطرفين، فنحرص دائما أن نحن نشارك المتعامل معنا في اتخاذ القرار. ممتاز. أنا شاكرة للدكتورة منال تريم المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة بدبي، مداخلتك اليوم بخصوص احنا غطينا صراحة كل شيء اليوم، زيارات المنزلية الذكية، خدمات قطاع الرعاية الصحية الأولية، مجلس المتعاملين، فشاكرة لك المداخلة اليوم، وإن شاء الله من تطور إلى تطور ونشوف مزيد من، وإن شاء الله المرة الجاية نلاقي نسبة الرضا عن خدمات الزيارة المنزلية إن شاء الله 100% إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا دكتورة. شكرا. نهارك سعيد.
فمثل ما سمعنا الدكتوره منال تريم قالت لنا، اعطتنا نبذه مختصره ما شاء الله، يعني اكيد خدمات هيئه الصحه بتبي وقطاع الرعايه الصحيه الاوليه خدمات ضخمه ما نقدر نوفيها كلها ولا في حلقه او حلقتين او ثلاثه من الصحه والسعاده، لكن عرجت عليهم على السريع ويعني حجم الخدمات اللي موجوده عندنا كبير وموجه للمتعامل مثل ما قال دكتورة منال. ودائما احنا نشجعكم ان دائما صوت المتعامل هو المهم في تطوير اي خدمة، اي منتج واي خدمة. هناك وجهتان من النظر، وجهة نظر المقدم للخدمة، انا صممت وقدمت الخدمة، وجهة نظر متلقي الخدمة. وجهة نظر متلقي الخدمة بالنسبة لنا يعني لها ميزان كبير، لها وزن كبير، لان الخدمة في النهاية لكم أنتوا، والمنتج هذا لكم أنتوا، فلازم يصل بالطريقة المناسبة بالشكل المناسب بالوقت المناسب. فدائما حرصوا على التواصل مع مراكزكم الصحية، مع أطبائكم، مع المستشفيات، مع أي منشأة صحية تابعة لهيئة الصحة بدبي. إذا شفتوا أي خدمة ممكن عليه شوية تحسين عشان تقدم لكم بشكل أفضل. إحنا رح نطلع إن شاء الله فاصل، بعد الفاصل نواصل صحة وسعادة. صحة وسعادة. ورجعناكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم، برنامج صحة وسعادة. التواصل على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. احتفل العالم بالأمس باليوم العالمي لسرطان الأطفال، الله يعافينا ويعافيكم إن شاء الله منه، حيث سلطت المنظمات والمؤسسات والهيئات العالمية ومن بينها أكيد هيئة الصحة بدبي الضوء على هذا المرض الذي يؤرق الكثير من الأطفال حول العالم وفي مختلف المجتمعات، وحول جهود الوقاية من الأمراض التي تبذلها هيئة الصحة بدبي وخاصة مرض سرطان الأطفال. يسرنا يكون معانا اليوم الدكتور هاني حمد، أخصائي أول طب الأطفال في مستشفى دبي في هيئة الصحة بدبي. صباحك ورد الدكتور هاني. مرحبا، صباح النور أختي، الله يبارك فيك. أهلا فيك دكتور هاني. أول شيء نبتدي بحديث مختصر عن الخدمات الطبية التي يقدمها مستشفى دبي للأطفال. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما تكرمتي أن في 15 من فبراير من كل عام يتم الاحتفال باليوم العالمي للأطفال لأمراض السرطان عند الأطفال. هذا اليوم العالمي تم الإعلان عنه في لوكسمبورغ تقريبا في سبتمبر 2001، وسنويا معظم السنترز أو المراكز على مستوى العالم تحتفل بهذا اليوم. قسم الأمراض، أمراض الدم والأورام لدى الأطفال في البيت، أسس سنة 1990 لتشخيص وعلاج الأورام لدى الأطفال والكبار في ذات الوقت، لكن من سنة 2000 أصبح قسم الأورام لدى الأطفال قسما قائما بذاته من سنة 2000. القسم في مستشفى دبي يحتوي تقريبا على 14 سرير للأطفال المنومين بالقسم لتلقي العلاج بذات العلاج الكيماوي، وهناك 5 أسرة في وحدة العلاج اليومي، هذه مخصصة للمرضى غير المنومين في المستشفى لأخذ الجرعة اليومية ومن ثم السماح لهم بالذهاب إلى البيت. إحنا سنويا في مستشفى دبي مثلا إحصائياتنا 2019 شخصنا حوالي 55 حالة جديدة لأطفال دون سن 13 سنة أصيبوا بأورام مختلفة، وهذا تقريبا في 2015. على مستوى العالم دكتورة تقريبا يتم تشخيص ما يقارب 250 ألف حالة للأطفال عالميا على مستوى العالم. نعم. احنا هنا الخدمات التشخيصية، إجابة على سؤالك، تشخيصية وعلاجية بطبيعة الحال متوفرة بحمد الله عز وجل في مستشفى دبي، وهي على أعلى المعايير الدولية في هذا المجال. المركز عندنا يعني International Recognized يعني Center لعلاج الأمراض الأورام لدى الأطفال، وهي أكبر المراكز العالمية في هذا المجال والحمد لله. عندنا أطباء أكفاء عندهم خبرة ما شاء الله، خبرة عالية من بريطانيا، من كندا، من الهند، ولدينا كذلك كادر تمريضي متخصص ومتميز بخبرته الكبيرة. ممتاز. وعندنا كذلك فريق طبي مساند الحمد لله، معامل دم، معامل أنسجة، بنك دم متطور، قسم للأشعة يحتوي على أكثر الأجهزة التشخيصية تطور على مستوى العالم، رنين مغناطيسي، عندنا فريق تسلا، وقسم للطب النووي أيضا في مستشفى دبي يعتبره من أكثر المراكز تطورا في المنطقة.
كل هذه الجهود الحمد لله رب العالمين. عندنا إحصائية في الخمس سنوات الأخيرة اعتبارا من 2013 حقيقة، نسبة الشفاء بحمد الله عز وجل للأطفال المصابين بأمراض دم وأورام في مستشفى دبي هي يعني توضح أن هذه النسبة تقريبا على وصلت 88.5%، وهي نسبة الحمد لله رب العالمين تضاهي معظم المراكز المعتبرة عالميا في هذا المجال. جميل جدا. دكتور هاني، دائما احنا نركز على الوقاية قبل ما نروح للعلاج، فشو الجهود اللي تبذلونها لتعزيز منظومة الوقاية من سرطان الأطفال بشكل عام؟ طبعا سرطان بالعادة يعني ما نقدر نقول وقاية منه 100%، لكن أكيد هناك بعض الخطوات أو الإجراءات ممكن نسويها لتقليل ممكن خطر الإصابة أو تقليل حتى مضاعفات المرض. نعم، هو صحيح. نعم، عندنا احنا طبعا الأمراض الدم والأورام عادة عند الأطفال يعني نقسم لثلاث أجزاء أو لثلاث أقسام عادة. القسم الأول نسميه الأمراض اللي هي الأمراض الدم الحميدة، خلنا نقول بين قوسين، اللي هي أمراض مثلا الأنيميات المختلفة، مشاكل تخثر الدم، مشاكل مثلا نقص الكريات البيضاء، مشاكل نقص الصفائح الدموية. هذه الأهم، أهم شيء نعتبره في هذا المجال هو التثقيف، يعني تثقيف اللي هو الآباء والأمهات، تثقيف مثلا المسؤولين في المدارس، المدرسين وإدارات في المدارس، إنه إذا ظهرت على الطفل أي أعراض مثلا من أعراض شحوب، أعراض نسفية، كدمات في الجلد، إنه لازم الطفل يتعرض لطبيب على أساس إنه يعمل له عملية evaluation ومن ثم يحول للقسم المختص. النوع الثاني من الأمراض اللي إحنا هنا نعالجها بعد نفس الشيء، يعني الجانب التثقيفي فيها مهم، هي أمراض الدم. الله يعافي جميع الأطفال، هي أمراض الدم غير الحميدة مثل أمراض دم لوكيميا، بيضات الدم، وأمراض اللي هي الغدد الليمفاوية. النوع الثالث هي الأورام الصلبة. الأورام الصلبة مثل اللي هي السرطانات اللي تصيب الدماغ، الكلى، الكبد، العظام، الجهاز العصبي، وهذه أهم شيء بالنسبة لنا إحنا الجانب التثقيفي. يعني إذا طفل مثلا لديه صداع مزمن، طفل لديه مشكلة في الرؤية، مشكلة في الإبصار، ممكن مدرس في المدرسة يلاحظ هذه الأشياء، لازم الطفل يعرض على الطبيب المختص حتى يتم، لأن تعرفين مسألة إن أنا أشخص المرض في الدرجات الأولى نسبة الشفاء فيها تكون بحول الله عز وجل أكبر. أكيد أكيد. الدكتور هاني، وجود يعني هذا القسم يعني سرطان الأطفال دائما هو عبارة عن موضوع حساس شوية، وأكيد نعم يتطلب طاقم خاص يتعامل مع الأهل، مو شيء بسيط أن احنا نقول للأهل بسم الله أن طفلكم عنده سرطان. صحيح صحيح. ممكن تكلمنا عن هذه الناحية، الناحية الإنسانية أكثر؟ هو طبعا الإمكانات ما شاء الله تفضلت وقلت إمكانات اللي عندكم ضخمة، لكن من الجانب الإنساني أكثر كيف يتم توصيل المعلومة، كيف يتم متابعة مع الأهل؟ لأن طبعا السرطان مو شيء يوم وليلة، يعني أكيد فعل السلسلة يعني خطة علاجية طويلة، فنتكلم شوي عن هالموضوع. نعم، الله يجزاك الخير. السؤال صراحة سؤال مهم جدا. هو عندنا يعني حتى مثلا أدخل في صلب الموضوع، لدينا مبادرات هنا في القسم. من المبادرات اللي نسويها هنا في القسم مبادرة نسميها البريف كيت. هذه طبعا يمكن المبادرة لها تقريبا سنتين الآن مما بدأناها. من بداية تشخيص الطفل بأنه عنده مرض مثلا لنقل مثلا بيضات الدم أو لوكيميا، نجلس مع الطفل مع الأهل ونضع خطة علاجية ونسلم الطفل عبارة عن كتيب ملون فيه رسومات توضيحية مبسطة على أساس نجعل الطفل جزء من التيم أو جزء من الفريق المعالج. هذا من الأشياء لنا. لدينا أيضا اجتماع شهري مع الآباء والأمهات، اجتماع شهري تثقيفي، يكون في الديتيشن أخصائية التغذية، يكون في طبعا أعضاء التيم، الممرضات، الممرضة المسؤولة. ولدينا احنا كبروتوكول اي طفل يتم تشخيصه بحاله ورم او حاله سرطانيه، من اليوم الثاني تاتي الاستشاريه الطب النفسي وتجلس مع الاهل ومع الطفل، تعمل عمليه تقييم للحاله، كيف نوصل المعلومه للاهل، كيف نوصل المعلومه للطفل. بطبيعه الحال يعني الحمد لله رب العالمين الامور تجري بسهوله وبيسر كبير جدا. بعد نهايه العلاج عاده نقوم بعملية، نعمل حفلة بسيطة للطفل اللي الحمد لله تعالج،
نعطي شهادة تقدير أنه ساهم في علاج في العلاج معانا كتيم. فالمبادرات هذه صراحة لها لا تأثير إيجابي كبير في مسألة تقبل الأب والأم للطفل المصاب بمرض، الطفل يكون جزء من التيم أو الفريق الطبي المعالج على أساس ما يكون مغيب، يكون عارف بالضبط على حالته هو. ممتاز ممتاز. أنا شاكرة للدكتور هاني حمد أخصائي أول طب الأطفال في مستشفى دبي، مداخلتك معنا اليوم بخصوص خدمات الوقاية من الخدمات الطبية التي تقدمها مستشفى دبي لسرطان الأطفال. شكرا لك، نهارك سعيد. شكرا جزيلا. من موضوع اليوم العالمي لسرطان الأطفال نروح للدراسة. الدراسة تقول أدرج الأطباء بعض الأطعمة على قائمة المواد الغذائية التي يساعد تناولها على استعادة الغشاء المخاطي للأمعاء وبالتالي وظائف الأمعاء. يفيد موقع focus.de بأن قائمة المواد الغذائية التي كشفها العلماء تضم جوز الهند والنعناع والليمون والعليق الأحمر أو العليق أتوقع التوت الأحمر هذا، والمواد الغذائية التي أساسها جوز الهند بما فيها الحليب والزبادي هي مضادة للفطريات والفيروسات. أما النعناع فيساعد على إزالة أعراض متلازمة القولون العصبي، وأيضا هو مهدئ جيد للأمعاء ويخفف الألم وانتفاخ البطن والإمساك. واكتشف الباحثون أيضا وجود علاقة بين انخفاض تركيز الفيتامين دال وتطور أمراض القولون المزمنة، لذلك من أجل وقف تطور الالتهابات وتعزيز نشاط البكتيريا التي تكافح العدوى يجب تناول الأسماك الدهنية الغنية بأحماض الأوميغا 3. ليش ناخذ أسماك دهنية؟ الفيتامين دال الموجود في الأكل عبارة عن فيتامين يذوب في الدهون، بالتالي يحتاج بيئة دهنية عشان جسمنا يقدر يمتصها. بالتالي الناس لما حدا نقول لكم لا تاخذون حليب منزوع الدسم، لأن إذا منزوع الدسم ما يساعد الجسم على امتصاص الفيتامين دال. والرسالة اليوم عن فيروس كورونا، ما هي طرق انتقال فيروس كورونا الجديد وكيف يمكنني حماية نفسي؟ طبعا أريد أن أكد يا جماعة ناخذ المعلومات من مصادرها الصحيحة، وزارة الصحة، هيئة الصحة بدبي، وهيئة صحة أبوظبي. أي شيء غير هذا ما عليه لوجو من هالثلاثة أو عادي، ممكن في ناس تاخذ اللوجو ترى وتحطه على اي خبر، بس مو منشور في حساباتهم الرسميه، يعتبر معلومه غير صحيحه ما نعتمد عليها. وما شاء الله الناس شغاله ما شاء الله في الاشاعات، الله يسامحهم، بس الاشاعات اللي قاعد يطلعونها ومسوين ذعر بين الناس، فخذوا دائما المعلومه فقط من مصادرها الرسميه. شو تقول وزاره الصحه؟ توصي وزاره الصحه ووقايه المجتمع باتباع النصائح التاليه عشان نقلل انتقال فيروس الكورونا. طبعا تفادي الاقتراب من اي شخص تظهر عليه اعراض الامراض التنفسيه كالسعال والعطس، ما نخلط الحيوانات في هذه الفتره حيه كانت او ميته، والمنتجات التي تاتي من الحيوانات اللي تكون طبعا غير مطهوه، واكيد غسل اليدين جيدا بالماء والصابون لمده 20 ثانيه على الاقل، واستخدام مطهر الايدي اذا لم يتوفر الماء والصابون. هذه التوصيات العامة حنا ننصح فيها لتقليل وحماية خطر إصابة انتقال فيروس الكورونا وحماية نفسنا أكيد من الفيروس. وحنا وصلنا إلى ختام برنامج صحة وسعادة، إن شاء الله كنا خفاف عليكم على مدى هذه الساعة الإذاعية. شكرا لأيمن سرحيكا معي اليوم في الإخراج، شكرا الميرة الملكة معي اليوم في التنسيق، محدثتكم دكتورة ندى الملة. إن شاء الله نلتقي بكم في الغد إن شاء الله، باكر ما بكون موجودة، زميلتي عايشة بتكون موجودة بتقدم لكم برنامج صحة وسعادة. ما أوصيكم هلا هلا في التفاعل، طرشوا مسجات، تواصلوا، طرشوا اقتراحاتكم ملاحظاتكم، أي شيء حابين تناقشونه معنا عشان نثري البرنامج. فشكرا لكم لاستماعكم على مدى هذه الساعة الإذاعية، ولنلقاكم أنا إن شاء الله بلقاكم إن شاء الله الأسبوع الجاي. أقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.